السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نشارك معكم هذا الموديل ديال كليانة ديال الأخت سعاد من مدينة مراكش. هاد التوب ديال التليجة، داكشي طابي التوب ديال التليجة مبرا، كما كتشوفوا الموديل ديالها جراقي ورائع. درنا لها الخدمة هادي بالصفيفة مدوبلة، صفيفة عريضة مدوبلة وبالدبانة والدولار، يعني الخدمة ديالها جات راقية ورائعة. لوينات حتى هما جاو راقيين. درنا لها السفيفه في اللون ديال القفطان التحتاني، كما كتشوفوا اللوينات ديالها. الى عجبكم هذا الموديل هذا غادي تتواصلوا معنا في الواتساب. يعني هاد التوب هذا راه كاين عندنا مجموعه من الموديلات ديال هاد التوب. كاينين اتواب في هاد التوب ديال التليجه مبرا. يعني الى عجبكم هاد التكشيط هادي، ما عليكم الا تواصلوا معنا في الواتساب وغنعطيوكم الاتواب اللي كاينين عندنا وغتعزلوا منهم من اللون اللي بغيتوا. بغيتو ديروا هاد الخدمه هادي، بغيتو ديروا شي خدمه واحده اخرى، نرى جميع الموديلات كنديروهم في هاد التوب ديال التليجه. كما كتشوفوا الخدمه ديالها جات راقيه ورائعه، ديال التوب ديال التليجه، تليجه مبرا مخدومه بالسفيفه والدبانه والدولار. كما كتشوفوا الخدمه ديالها، هاد السيده هادي هي اللي جابت لنا التوب، جابت لنا التوب ديال التليجه ودرنا لها هاد الخدمه هادي. يعني فايت لها خدمة عندنا، يعني تكاشط وحدين اخرين. كما كتشوفو راه التوب ديال الحرير، يعني راه مازال عندنا موديلات ديال هاد التوب ديال التليجة، التليجة مبرا زوقات وحدين اخرين. الى كنتي باغا دير شي تكشيطة غتواصلي معنا في الواتساب غنعطيوك الزوقات اللي كاينين عندنا او الالوان اللي كاين عندنا ديال التليجه، وغتعزلي منهم اللون اللي بغيتي. بغيتي ديري هاد اللون راه كاين حتى هو، كما كتشوفوا اللون ديالو. يعني التوب ديالها راه حرير ورطب وطيح. بالنسبه للتوصيل، التوصيل راه كنديرو جميع المدن المغربيه، فين ما كنتي في المغرب يعني راك توصلك حتى للدار. وكذلك واخا تكوني مثلا يعني خارج المغرب، يعني راه فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. يعني التوصيل داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. الموديل ديالها جا راقي ورائع. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والواتساب اللي كيتعمل الفايده على الجميع. بالنسبه للمحل عندنا راه كاين في دكاله في سيدي بنور. اللي بغيت تواصل معنا غادي تواصل معنا في الواتساب. الا كان عندك توب وبغيتي ترسليه لينا نديرو لك هاد الخياطة هادي، انا راه غتواصل معنا في الواتساب غنعطيك العنوان ديالنا وغترسلي لنا التوب، وملي كتسالي راه غادي نرسلوه لك ان شاء الله حتى للدار. مكتوفو الخدمة ديالها جات راقية ورائعة. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. مرة اخرى ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب باش تبقاو ان شاء الله دائما نشاركو معكم الموديلات اللي كنخدمو الكليان اللي كنخدمو في المحل كنشاركو معكم. هاكا مثلا يعجبكم شي موديل من هاد الموديلات كتسكرينيه وتصيفطي لنا في الواتساب، وكنقولك الثمن ديالها بشحال كطلع به التوب وخياطة. كان عندك التوب راه كنعطيوك العنوان ديالنا، كترسلي لنا التوب كنديرولك غير الثمن ديال الخياطة. والإرسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي توصلك حتى للدار. المحل عندنا راه كاين في دكالة في سيدي بنور. بالنسبه للطريقه ديال التعامل، بحال مثلا الا عجبك هذا الموديل هذا وبغيتي تخدمي عليه، حنا راه كنتكلفوا بالثوب. بغيتي نتكلفوا بالثوب راه كنتفاهموا على الثمن ديال اللبسه. كتسبقي لنا مثلا النص ديال المبلغ حتى كتسالي اللبسه، كنصورها لك بحال ما كتشوفيها طالعه، كتكملي لنا الباقي عاد كنرسلوا لك اللبسه. هذه هي الطريقه باش كنتعاملوا. والارسال داخل المغرب راه 50 درهم، خارج المغرب راه كيبقى على حسب كل دوله والثمن ديالها. بحال مثلا بحال هاد اللبسه صيفطت لواحد السيده في فرنسا على غير هاد الاسبوع هذا، تقريبا فيها كيلو ونص، كيلو ونص تقريبا صيفطت لها ب 300 درهم. 300 درهم يعني وصلتها في ظرف ديال 24 ساعه، اقل من 24 ساعه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.